فناني ميرنا طحان ما شاء الله منورة اليوم بالحفلة ومتألقة. أول حفلة لك بدبي مباشرة مع الناس، كيف كان إحساسك وشعورك؟ الحمد لله. أول شيء بدي عايدك وقول لك العام وأنت بألف خير. كتير مبسوطة والحمد لله سأبني وحلفني الحظ أن يكون موجود اليوم بهيدي الحفلة. بشكر رب العالمين وبشكر إدارة أعمالي هيو مانجمنت على وجودي اليوم، وطبعا شركة سبوتلايت وأستاذ ماهر خوخجي، وكنت أنت موجود وشفت الجو عجبك حبيت. روعة روعة ما شاء الله. يعني إحساس هيك لما بتكوني مثلا أنت مع فنان مثل وائل كفوري أول مرة بتغني، ما شاء الله أنت ماشي بسياسة حلوة، يعني بنفت بالحفلات الأعراس وما شاء الله قلعتي مزبوط، وهلأ عم نشوفك حفلات الجماهيرية ومباشرة تغري مع وائل كفوري. خمس بعيون لحسة. الحمد لله. ايه صح، انا الحمد لله رب العالمين وفقني بمسيرتي بالحفلات الخاصة والأعراس، وهلأ هيدي كانت فرصة جديدة لألي عن طريق إدارة أعمالي الجديدة اللي هن مؤمنين فيني ومؤمنين انه انا عندي الموهبة والصوت والشكل، وعم نشتغل على هذا الموضوع ان يكون متواجدة هلأ أكثر من الحفلات الخاصة تكون بعد متواجدة بالحفلات العامة. طب شو سر ميرنا؟ يعني انت الأعراس ما شاء الله يعني كتير عليك طلب، شو السبب؟ السبب لأني قريبة من الناس، يعني ما باخد دور الفنانة وبوقف وبكون بعيدة عنهم، لا يعني أنا بكل حفلة دايما بقول أنه الميزة اللي فيني عن كل الفنانات أنه أنا بفوت مع البنات بالجو وبعيش معهم الفرح وكأنه فرحي، فهيدا الشيء بيخليهم يحسوا أنه أنا قريبة منهم، مش أنه فنانة جاية تغني وتأدي فنة وخلص تمشي، بفوت معهم عن جد بالجو وبكون واحدة من أهل العرس فبينبسطوا، وأكيد الناس شو بدها غير أنها تفرح وجايبيني ليفرحوا معي، سو مفروض أنا فرحهم قد ما بقدر. بتوترتي شيء قبل الحفلة قبل بيوم؟ كيف عشتي هذه الأجواء؟ صار لي 3-4 أيام باكل كتير، بقول لهم ما بعرف ليش عم اكل كتير، فانحى نفسي على الأكل، بعدين قالت لي رفيقتي قالت لي أكيد متوترة قد ما عم تفكري بالموضوع، عم تاكلي بدون ما تحسي، بس لا اليوم ما تلبكت، يوجولي أنا أبدا، حتى أنا استغربت من حالي إنه مفروض حس بهيبة المسرح وهيبة الجمهور الكبير، إنه أنا بغني حفلات بيكون 1000-1500 شخص، اليوم لما فتت إنه أول مرة بغني بحفل عام استغربت شوي اول ما جيت على البال روم، انه انا براود اوف ماي سيلف اني الحمد لله ما خفت من المسرح ما تلبكت، كنا محضرين مزبوط، الريهرسل كان كل شيء بيرفكت الحمد لله. طيب انت كفتي اول عملتي لقاءات اول شيء طلعتي وبتحكي بكل صراحه وعفويه، صرتي هيك ما بتحركش انت ما بيصير، صرتي دبلوماسية كتير يعني، او ناس انتقدوكي يمكن كتير كرمال هيك صرتي خايفانة ما ترجعي تتعرضي يعني من فنزات الفنانات اللي انت حكيت عليهم؟ لا والله هي كلمة الحق ما بتزعل، يعني احيانا كلمة الحق ما بتزعل، او احيانا انت بتقول شيء بتكون كل الناس موافقتك الرأي، بس ثانك يو. فأحيانا الناس بتكون كلها مجتمع على نفس الرأي بس بيخافوا يقولوا، يمكن أنا الشيء اللي كان فيني أني كنت صريحة زيادة عن اللزوم وقلت الشيء اللي هو الناس بتخاف تقوله، هلأ لا خلص عقلت بطلت أقول شيء أبدا فما تحاول. بالقبل كنت حسك مثل فنانة أحلام يعني لقلبك على رأس لسانك تحكي وهيك، هلأ صرت دبلوماسية أو بعدني اللي بقلبي على رأس لساني، بس صرت أحسب شوية كلمتي قبل ما أقولها، كلمة ما تجرح ناس أو تأذي ناس بكلمة، يمكن أنت هيدا رأيك الشخصي ما يحبوا الشخص اللي مقابلك، فحطيت نفسي أنا بنفس الموقف إنه لو حدا قال عني هيدا الكلام رح أرضى يعبر عن رأيه بتجرد عني؟ ما رح أرضى، فمشان هيك خففت شوية إني يعني أنا أكون صريحة زيادة عن اللزوم وقلت بحتفظ برأيي لنفسي أفضل. شو عم تحضري؟ شو عندك شيء جديد؟ اليوم بسهرتنا غنيت غنيتي الجديدة اللبنانية كيف براضيك اللي رح تتصور بجانوري اللي جاية مع المخرج هاس غدار، وفي عندي أغنية عراقية كمان مجهزتها مع الأستاذ الموسيقار حسام كامل، ومفروض أنها تنزل بأبريل، بس حاليا الأغنية كيف براضيك اللي رح ينعمل ريليس بأول فبروري. طيب ميرنا أنت ما شاء الله عنك داعس وعم تطلع شوي شوي، نجومية قديش بتأثر عليك؟
يعني قصدك قد ايه مستعجل يكون نجمي ولا كيف؟ قد ايش بتاثر على ميرنا على توازنها؟ يعني قد ايش بتضلك على الارض؟ لا والله الحمد لله، يعني انا ماني شايفه حالي ابدا، بالعكس انا في دول بروح بزورها كثير ناس بتتصور معي وبيعرفوني، ولا مره حسيت بهالشيء، كثير طبيعيه، ويمكن الناس حبت فيني هالقد انه انا طبيعيه، بس ما بعرف اذا وصلت اكثر من هيك وين ممكن، يعني كيف بتصير، بس حاليا ابدا مني، يعني اخذ الموضوع. ما هي بتبلش اول شيء هيك، بس لما بشوف من حالي. لا هو هون الفنان لازم يكون ذكي على فكره. ليش؟ ما بحس انه انا رح اكون شخص انغر، لانه انا بطبعي يعني مش هلا اعتبر انه هلا انا شايف انا اليوم اللي انا فيه بعتبر حالي وصلت لمرحله كثير حلوه فنيا بمسيرتي القصيره، اليوم انا بمطرح مفروض اني انغر، ما انغريت، عم بتعامل مع كل الناس كاني انسانه طبيعيه، لانه الانسان ما بيعلى على حدا، ما حدا بيعلى على حدا، كلنا بشر. انا عاده هو ليك شو اللي بيصير مع الفنان، بنشوف الفنان او فنانة أو يعني المشهور لما بيشوف بشكل عام الأضواء حواليه، العالم، المعجبين، السكيورتي، هو بيحس، ممكن يحس، شوف ممكن يحس الأرض تعيش تحمله. يعني لا شوف، ممكن الواحد يحس بأكتر سيلف كونفيدنس، يعني بصير ثقته بنفسه زايدة. يعني أنا أحيانا بطلع بغني دايما بنشد بصوتي وبقول انه انا صوتي احلى من احلى الاصوات، ما المفروض مش انا اعبر عن صوتي، المفروض الراي الشخص الثاني يقول عن رايه عني، بس انا دايما بقول انه صوتي احلى صوت، لاني بسمع كثير فيدباك انه صوتي حلو، بصير الشخص عنده زياده ثقه بالنفس، بس انه توصل للغرور ما بعرف شو اللي بيوصله للغرور للفنان. هو بين الثقه والغرور شعره، هي هون بده يكون ذكي الفنان يحافظ على. لا بتراقبي حالك انت هيك؟ الجمهور ما بيحب الفنان المغرور، نحن بنتعلم من الفنانين اللي قبل، يعني نحن بنشوف في فنانين مغرورين، بنشوف كيف انه احيانا الناس بتكون عندهم ردة فعل سلبية عليهم، انه هيدا الفنان مغرور، بصير بيخسر من جمهوره، بتلاقي الناس بطلت تحبه بس من وراء غروره، فليش انا بدي اتبع هيدا الشيء اللي يخليني اخسر الناس اللي حبتني او اللي طلعتني، بالعكس. طولي بالك عليهم لمعجبينك وجمهورك. لما انت طبعا عم بتبلشي وانت بتشوفي كيف الفنانين الكبار كيف بيتعامل معهم، قديش بتضلك لاي مرحله؟ بالعكس بنبسط، انا كثير بنبسط، انا احيانا بغني بحفلات قبل ما اطلع على الستيج بيكونوا جايين لعندي باك ستيج بدنا نتصور معها، بدنا ناخذ سيلفي، بدنا كذا، وبكون انا انه مش موتره بس انه بحب قبل ما اطلع على المسرح كون عم اعمل بروفا مع فرقتي مرتاحه، عم اشرب شيء، لما بيجوا كثير بتقبل الموضوع بنبسط، يعني بيعطوني بوزيتيف انرجي انه يلا بتصير اتحمس اطلع بسرعه، قد ما هن مشوقين يشوفوني، فلا ولا مره خلتني انغر او بعد عنهم، قد ما انا هن بيعطوني بوزيتيف انرجي انه بتحمس فوت لجوا وشوف قديش هن ناطرين يشوفوني مشوقين لشوفتي. بتمنى لك كل التوفيق. ثانك يو سو ماتش لك، وكل عام وانت بالف خير وكل متابعينك.